أول حاجة الاسم ديالي جلال الزنبوعي، زدت عام 1992 اللي هو في العمر ديالي 31 سنة. أول حاجة ما كيحصل ليش الشرف باش نهضر على هذا الموضوع هذا، ولكن ملي كتوصل العظام ضروري خصني نهضر، فهمتي؟ الاسم ديالي جلال الزنبوعي، كما قلت لكم تزوجت في 2017، 17 شهر 5 ب 2017 تزوجت بهذا الاسم هذه اللي هي بنت الدوار ديالي، كان في العمر ديالها 16 سنة وشي 7 شهور، 17 سنة و5 شهور بالضبط. وفاش تزوجت بها تزوجت بها بلا كاغيط، لان كانت قصيره مازال ما وصلتش للكاغيط، حتى دارت 18 سنه عاد ضربنا الكاغيط حيت كانت قصيره. وملي تزوجنا ضربنا واحد المده طويله هكاك، وتزادنا واحد الدريري على اللي كان عنده 7 شهور في الكرش دمو وتوفى الله يرحمه. ومن بعد داك الدريري اللي هو تزاد واحد 6 في شهر 1 2018، ومن بعد 28 في شهر 3 2018 اكتشفت الزوجه ديالي كتخوني مع المشارك في الخيانه الزوجيه اللي هو الدوار، هو كان كيقرا معاها اللي هو عقد ديالها عنده 18 سنه. وملي طلعت بحالها 28 في شهر 3 هو كان كيقرا معاها، هو كانوا قد في سن واحد 18 18. لا لا ما عمري كنت كنبغيها ولا كانت كتبغيني. واحد النهار انا دايز بالموتور وهي دايزه حاشاك على البهيمه هي اختها، وتبعتها ونقرت عليها، عطاتني نمره التليفون، ما كملش 3 ايام ما كملش 3 ايام عطيتها التليفون الجديد، بقينا كنهضروا انا وياها، ما كملش السيمانه كنت خطبتها صافي، وما تزوجت بها عطاوها لي بلاكا غير لانها كانت خاسره ما بغاش يقطعوا لنا. وواحد الليله خويا في واحد العرس ديال ولد عمي، اول ليله نهار 28 في شهر 3 الليله اللي هي غنكتشف فيها المنكر، 28 في شهر 3 2018 ديك الليله، هذيك اول مره غنكتشف المنكر واول مره غنتفاجئ. جاء كنت في واحد العرس ديال ولد عمي اللي هو بعيد على واحد 2 كيلومتر، وكنا في واحد التقصيره وضربت واحد الحبه ديال الكوكا، وخاصني واحد الضرسه، وكان عندي كينه الضرسه في الدار ديك الساعات، وهو كان سبق باش نشرب ديك الكينه الضرسه قبل ما يتزاد عليا الحريق. وملي هو شفت واحد هرم من الدار ديالي، وملي دخلت اخويا لقيتها عريانه وطاحت لي على رجلي وبقات كتبكي، ناري خسرت الدار ديالي، خسرت راجلي، خسرت هادي، شكون هو هذا؟ ما بغاتش في الاول تقول لي شكون هو هذا، ناري واخا تقتلني واخا دير لي. قلت لها شوف ما قلت لك ما هذيك ما والو، تقول لي شكون هو هذا ومرضنا ما عنده بس هو. وديك الساعات قالت لي الاسم ديالو هو، وديك الساعات حقا صونات عليه وهضرت معاه قدامي، ودار وديك الساعات درت لها التليفون ودرت لها فيديوهات، ما شافتش التليفون واعترفت بيني وبينها. وديك الساعات شديت ديك التليفون نهار 14/4/2018 وهبطتهم للدرك الملكي، وحكمت عليهم شهرين سرسي الواحد. ومن ديك الساعات هذا ما شاف هذا انا وياها. وفي واحد النهار بعد المرات كيعيطوا عليا الدراري في التليفون كيقولوا لي مرتك راه مع شي واحد في دارهم وكذا وهذه. وبعد المرات كنت كنطلع ما كنصيب والو، واحد كاين واحد الليله طلعت وشفت بنادم بعيني معاه لداخل وبالاذن دمها وبالاذن اختها، وكانت والده ديك الساعات، ونقصت على القزير وجيت في الدار، ولكن ما جيت في الدار اخويا نط الفوضى والشواقر والجناوه. والمشكله امها كتقول لها ضرب الدريه، والدريه والشقور كانوا غيتلاقاو، الشقور ديالي والدريه الراس الدريه كانوا غيتلاقاو. وديك الساعات تركني الفازع وخرجت نهرب. ومن ديك الساعات لهان وهي دايره شغله، المهم دايره اللي بغات، حتى لواحد النهار وهي كتدفع عليا دعوه ديال النفقه، وتحاضرت معها فيما كنت حاضر كنقول لها ماشي بنتي. وانا اصلا من النهار الاول من 27 في شهر 6 2018 ملي قالت هي انا حامله السيد رئيس المحكمه، قلت لها السيد رئيس المحكمه انا ما حاملاش مني، عندي الدليل، خصوصا ملي قالت لي انا بثلاث شهور باش حامله، وقلت له انا ما حاملاش مني ولا زدت ولادي انا نخلص اي عقوبه سواء بالحبس ولا بهذه. ومن ديك الساعات اخويا المهم انا قالوا لي 4 في شهر 7 بلا ما تحضر، وهي اللي هي اللي حضرت هي، وتا هو ما حضرش، وتحكموا ب 2000 درهم غرامه الواحد وشهرين سرسي. ومشات هذا الاول، ومشات اخويا ديك المده تقريبا 4 سنوات و3 شهور و3 ايام بالضبط. ولكن قبل 4 سنوات و3 شهور و3 ايام اللي هي في شهر 5 ديال 2022 عيطت لي في التليفون، وكي داير بخير هانيه مزيان لاباس عليك. المهم هضرنا في التليفون حتى تشوفنا انا وياها. ملي تشوفنا انا وياها شويه ولات كديني للدار معاها، شويه ولات كندخل عندها تقريبا شهر والصرف، وانا كندخل عندها وكناكل معاهم على الطبله بالاذن ديماها وتختها، وما عرفت راسي شنو وقع لي اخويا، حتى رديت ديك الدريه ديك المراه، واتفقنا على ديك الدريه باش تكون بنتي وباش نغطيو على هذا المنكر ونبداو صفحه جديده، وهذا هو اللي اتفقنا عليه. وانا ما كنتش كندير داك الشيء لخاطري اخويا. وفاش اتفقنا ورديت ديك يعني رديت اخويا بالتوكال والسحوره هذا على حسب الاعتراف ديالها في النهايه ملي حصلت معها تخونه في الله، حصلت قطيه ما عندها لين تهرب. صافي تما اعترفت لي راه ما كاينش هذا الشيء، شنو كاين شنو كاين شنو كاين شنو كاين. 27 سنه ولا 28، لا صغر مني، هو الطريد ديالي تقريبا. وانا بكثره التوكال وكثره السحور وما كنتش كنحملها 4 سنين، ما عمري شفت ديك الدريه تابعيني تابعيني هكا ما شفتهاش. وبداك الشيء اللي هي ماشي بنتي كنت كنكرهها مره، كنكرهها ديك الدريه الصغيره. ولكن ملي وكلوني وهادي درت التزام بلا شعور، حتى صبت راسي رديت المراه نهار 7 في شهر 7 2022، رديت المراه للدار وما عندي زيرو درهم اخويا، ما عندي تصاف فرانك، ورديتها وما عيتش كاع معها بثلاث ايام قبل العيد ني رديتها، وما عيدناش يعني عيدنا مع موالي الدار ديالنا حنا. ولكن قبل ما نردها بيومين ولا بثلاث ايام مشيت لواحد التليفون، ما كانش عندي فلوس، كان عندي على تليفون نوكيا صغيره، وكنت كنهز التليفون الخوادري كنهزو، حافظ الكود ديالو كنهزو. واحد النهار انا كنلعب
التليفون ديالو مع ديك جوج الليل وهي كيجوني ديك الميساجات فاتسات فاتسات وانا كنحيدهم وما كيجوني كنحيدهم شويه واحد اللحظه وانا كندخل دخلت نطول كنجبر الزوجه ديالي كتكون مع الاخ ديالي وملي رجعت الواتساب مره استرسل سمعت المنكر اللي ما يدخلش العقل شي واحد ولكن في ديك اللحظه هذيك كان فات الفوز كنت توكلت اخويا وهذه وخليت حتى جات ما قلت لها حتى حاجه وخليت حتى جات وضربت معايا شي سيمانه عجبت لها الموضوع ديال الواتساب وهذه وقالت لي لا وحال خاي وكذا قلت لها كيفاش بحال خاك وانت كتقول له انا رجعت معايا على ودك ماشي على ود الجلال فهمتي انا رجعت معايا على ودك هو قال لها غنزيد للمدينه وكذا وهذه قالت له لا ما تمشيش الا مشيت انا ما غنرجعش حيت انا رجعت معايا على ودك فهمتي وملي رجعت اخويا قلت لها قلت لها هذا الشيء هذا صافي بقات كتحاول وكتبكي وسامحني وهذه خصوصا ما قالتليش هادشي ما اعترفتش به بالاول ولكن بقيت رد البال من البعد وشفته كيدخل ويخرج للدار ديالو ما قدرتش نضربو اخويا لان انا عندي حاجه وحده عزيزه في هذه الدنيا هي الوالده ما نقدرش نبكيها فهمتي يعني لو كان ماشي في الوالده هذوك بجوج بهم خوتي غنشركهم وغندير فيهم الفساد ديالي حتى انا فهمتي واخا خاي الثاني كان عندي اعز واحد في هذه الدنيا هو خاي هذاك خاي صغير يعني ما كنبغيش عليه ما كنبغيش اللي يهضر معاه في عمره 20 سنه حاليا ما كنبغيش اللي يهضر معاه وكبرتهم في العز تقاتلت بسبب ديالهم سرقت كليت البطانه تكرفصت بعت وشريت جولت في المدينه يعني انا في 2005 انا في الناظور فهمتيني يعني تكرفصت خدمنا بالشهر تخلص الوليد تخلص في الشهريات ديالي بزاف ديال الشهور قبل ما نخدمهم يعني تكرفيص على العذاب وهكاك عيب تشوف خوتك مزيانين واخيرا انت كتشوف خوتي اخويا شنو داروا عاد شنو دارت طاحت مرضت طلعت الوزان وثلاثه المرات وانا كنطلع الوزان فلابيلاش والروينه وكنخسر عليها الفلوس وهذه وكتجي وهذه المره هذه ملي طاحت ومرضات وكان عند كانت حامله فكرتيني كانت حامله بست شهور وملي طاحت طاح ولادك العيال فهمتي ديك الاعصاب والخوف حاشك وبالت في السروال ملي مع ثلاثه ديال ملي دخلت وجبرتني جالس في الصاله هي كنستناها صافي طلعت في السيده جبرت خمرت حوايجها بالت في السروال نيشان بالت نيشان حاشك حاش وجهكم وبالنسبه لديك الدريه اخويا انا كنطالب شي جمعيه تدخل شي جمعيه ديال حقوق الانسان تدخل في هذا الموضوع هذا في اسرع وقت لان علاش 5 سنين عند الدريه هي الدريه ماشي في الحاله المدنيه ديالي اخويا وما غندخلهاش في الحاله المدنيه واخا نموت واخا نتقطع طرف مورا طرف راه ما غندخلهاش في الحاله المدنيه انا عارفها ماشي بنتي والدريه هي في عمرها 4 سنين دابا مجبده وها هي خصها تقرا فهمتيني واخا اخويا ودابا غنحاول نقتصر من هذا الموضوع هذا باش نشدوا هذا الموضوع علاش اخويا علاش كتقلبوا عليا حيت انا مظلومه صاحبي انا كنطالب حتى بحاجه كنطالب بالتحاليل وامام المغاربه وامام 42 مليون مغربي ولا اكثر كنطالب بالتحاليل فهمتيني اخويا انا الا زدقت بنتي ها المغاربه ها هما فينهم كاملين وانا نوعدكم باش ما بغيتوا الا زدقت بنتي انا نخلص اللي بغيتوا باش ما حكمتوا عليا بالحبس بالفلوس باش ما حكمتوا انا هذيك الدريه راه ما بغيتهاش تعيش في المنكر دير يدك على قلبك وشوف ولادك واش انت تقدر تخرج بهذا التصريح هذا وشوف ولادك واش انت تقدر تنكرهم وانا هذيك الدريه ما بنتي ما والو عاشرتها 8 شهور ودرتها اختار من بنتي درتها فوق راسي كنت كنتهلا فيها والموضوع اخوتي تشاد وانا الطلب ديالي الواحد كنطالب بشي جمعيه ديال حقوق الانسان تدخل في هذه القضيه ديروا لنا عاد التحاليل انا مزوق فيكم وفي الله وديك الساعه غتفاجئوا كاملكم وعاد غتقولوا جلال كان عنده الحق ودابا السلام عليكم وشدينا الموضوع